بعد سنوات من التوقف يعود مكتب إعلام محافظة أبين إلى الواجهة، وإن كان بفعالية وحيدة لكنها تبدو محاولة لتلمس مستقبلا يتشكل وتاريخا يحاول العودة إلى موقعه الريادي. تأتي هذه المبادرة ضمن خطة مكتب الإعلام الذي يسعى جاهدا من أجل احتضان جميع المواهب الشبابية في محافظة أبين وأيضا الكوادر المؤهلة، وهذه الصباحية لن تكون الأولى ولا الأخيرة. المحافظة التي أنستها الحرب ملامح الشعر تبدو في هذه الفعالية للشاعر الشاب بسام الحروري، حيث نظم مكتب الإعلام صباحية شعرية حضرها شعراء ومهتمون. هذه المحافظة السباقة دائما في هذه المجالات، وأيضا نحاول أن نضع يعني موطئ قدم للشعر الحديث أو الشعر الحر في أبين، وحتى يعرف المجتمع أو يستسيغ هذا الشعر أكثر فأكثر. لم يكن الحضور كبيرا في هذه الصباحية الشعرية، خصوصا وإنها الصباحية الأولى التي تنظم بشكل رسمي لشاعر لعله يكون الأول في المحافظة يحاول كسر حاجز الغياب ويأتي بلون الشعر من ذلك النوع الذي لم يعتاده الجمهور الذي تعودت أذنه الموسيقية على سماع الشعر العامي الحاضر في كل المناسبات. هذه تعتبر بادرة جيدة من مكتب الإعلام، استضيف الشعراء الشباب، نتمنى لهم التوفيق، شعراء أبين، شعراء الوطن. الأسلوب الحداثي للقصيدة التي استنطقت الوجع الخالد في ذاكرة الإنسان المنهك جراء الواقع المضطرب، رسمت هذه الصباحية الخط الأول للعودة كما ترتسم هنا على ملامح بعض من الحاضرين وتجعل من أعينهم كأنها تشاهد القصيدة قبل إلقائها. البروفايل، الاسم الذي حمل عنوان الصباحية الشعرية، لم يكن بروفايلا عاديا ولكنه كان صورة جديدة لحلم مجتمع أبين المتذوق للشعر الذي يرتشف الحب من بحوره هاربا من أخبار الرصاص والدم إلى عالم الأدب والسلام. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.